السلام عليكم الشبيبة، صح فطوركم صح سحوركم. ثلاثة راه الساعة الثالثة صباحا، كاين إخوة اللي ربما راهم يسحروا، كاين إخوة اللي الآن راهم يفطروا. المهم الإخوة والأخوات، ندير مداخلة، ربي يبارك فيك. الأخ محمد سعيد، الأخ محمد، أخ مالك، سفيان. المهم نحاول ندير مداخلة هكذا برك قصيرة، مانيش نقرأ الآن في التعليقات، ندير مداخلة قصيرة حول الشيء اللي راهو جاري. ربما ننبه بعض الاخوه هكذا اللي يتبعوا المداخلات نتاعي باش يتولهوا لبعض الامور. عنونت المداخله نتاعي هذه بالحراك في الجزائر بين برج بواريج والجيش. لعلكم تبعتوا في المده الاخيره هو انه صارت الولايه نتاع برج بواريج محط نتاع انظار، وصاروا الإخوة شباب ثم في المدينة نتاع برج بواريج يوجهوا في رسائل، وهذه الرسائل يعني لقات استحسان في ولايات أخرى. ومن بين الرسائل التي يعني راجت في المدة الأخيرة هي اقتراح شخصيا نتاع أحمد طلبي إبراهيمي، يعني لقيادة نتاع مرحلة أو لرئاسة نتاع مرحلة. وهذا الاقتراح بطبيعة الحال هو أزعج بعض الدوائر، خاصة من الناس اللي عندهم عداء تقليدي للعروبة والإسلام. وبطبيعة الحال هذه الأمور هي مرتبطة بالجيش، لكن هما حبوا يتخفوا وحاولوا على جل باش يخلقوا فتنة داخل الولاية نتاع برج بواريج، على أساس أنه هذا بن حمادي راهو من جهة يمول في هذاك التيفو هذاك هذيك اللافتة، لكن الهدف نتاعهم هو أحمد طالب مش اللافتة، لأنه أحمد طالب هو فيه تجتمع فيه بعض الخصال. ولعلكم راكم شفتوا بدأت فيه بعض الجهات تتحرك حتى باش هي تمشي الحركة هذاك اللي تعاطف مع شخصيات أخرى، خطر عارفين من اللي أحمد طالب إبراهيمي هذا كان وزير في عهد واسمه هواري بومدين ربي يرحمه، وابن علامة، ويحمل ما يحمل من معرفة ومن تجربة ومن علاقات دولية. وبالتالي عارفين بلي هذا أحمد طلب إبراهيمي إذا كان صار رئيس سواء لفترة انتقالية أو رئيس بالانتخابات لفترة أيضا انتقالية، لأنه العام نتاع السن نتاعه راهو كبير، عارفين بلي كثير من المصالح نتاعهم راح تروح، وبالتالي راهو راح يشكل عليهم خطر، لانه فيه ضباط وطنيين داخل الجيش، فيه شخصيات راح تبان، كفاءات راح تبان. وبالتالي هما بداو الان يشحنوا في هذاك الحراك على جل باش يروح لجهات واحده اخرى. بالتالي الاخوه والاخوات في المدينه نتاع البرج، على وجه الخصوص لازمكم تفهموا القضيه كما هي. الذي احرجهم هو اقتراحكم لشخصية أحمد طلب إبراهيمي، حتى باش ما تروحوش دروات الجوش. وبطبيعة الحال هذه الجهات هي اللي كانت وراء توقيف المسار الانتخابي، وكانت وراء منع أحمد طلب إبراهيمي من نشاط سياسي، وتكن عداء تقليديا للعروبة والإسلام باش ما تروحوش دو جوش دروات. بطبيعة الحال كاين بعض الحمقى وبعض المغفلين هما يتم الاستعمال تاعهم، مثل البيادق هذوك على بالوش راسو فارغ يتبع هكذاك برك، وكاين منهم اللي راهو يعتقد من انه راهو جمع معلومات ومانيش عارف انا واش، وكاين بعض الناس هكذا مع الاسف الشديد ايضا رؤوسهم فارغه حسد وغيره، يحاولوا انه يحطم خاوتو في المدينه نتاع البرج. لماذا؟ لانه ربما لم تلتفت إليه بعض وسائل الإعلام،
او ربما البرايجيه ما قدرش يبان معاهم، وبالتالي هو يحاول يكسر باي طريقه. اذن الاخوه والاخوات لازمكم تفهموا هذه القضيه جيدا. الاقتراح نتاعكم لشيخ الشخصيه نتاع احمد طالب ابراهيمي ازعج بعض الدوائر، وبالتالي هي بدات على جال باش هي تسعى من اجل على جال باش تكسر، خطر صارت الان الولايه نتاع البرج صارت يعني تلهم في ولايات واحده اخرى على جال باش هي دير افكار. راكم شفتوا هذه الفكره نتاع التيفو انتقلت الى ولايات واحده اخرى، بل حتى داخل الولايه نتاع البرج صاروا ناس يديروا فيها داخل الولايه نتاع البرج من اجل لفت الانظار ومن اجل سحب المبادره من طرف هذا الشبيب اللي هما في المكان هذا تاع قصر الشعب هذا الذي لقبوه بهذه التسميه. فهاد الجماعه هما بداو يحركوا في جماعه داخل الولايه نتاع البرج على جال باش هما يلفتوا الانظار الى جهات واحده اخرى. لذلك الاخوه والاخوات هما بطبيعة الحال يدقوا في كل صغيرة وكل كبيرة، يبحثوا على أي ثغرة أي عثرة على جال باش هم يتسلوا لها باش يكسروا الحراك. باش ننتبهوا للمسألة هذه جيدا. شفت بعض الشباب هكذا اللي هم غضبوا، راني تحدث على هذه القضية، بحيث هو أنه هم داروا هذاك الإفطار. شوفوا هذاك الإفطار خلوا الإفطار ما تحدثوش عليه، تحدثوا على البقرة. قال هاو بقرة راهو شراها بن حمادي عن طريق واحد اخر، وبالتالي هو راهو حب على جال باش هو يستغل هذا الشباب على جال باش غدوة. قال مثلا لو كان هو يكون فيه، قال ما على باليش انا محاسبة او يكون فيه مثلا متابعة قضائية، والله قال الشباب نتاع البرج راهم رايحين يقفوا معاه، لما وقفتوا معاه رب رب معليش ودرتوا مسيرات ولكن الشباب البرايجي يعرف هذا بن حمادي ويعرف العائله نتاعو، وليس غبي على جال باش يجيو بعض الحمقى باش يجيو يستغلوه ويوظفوه. خليتوا الاهم اللي هو الحراك، خليتوا الاهم اللي هي الرسائل التي كانت تبعث، خليتوا الاهم اللي هي اللحمه اللي حقوها البرايجيه، بحيث هو أنه صارت عدة ولايات تجي للولاية نتاع البرج، صاروا أنه يقولوا لهم باللي أنتم راكم عز وراكم فخر وراكم أمل وراكم كذا، حبيتوا تحرفوا الحراك وتديوه البقرة. المرة الجاية فكروا في الزلابية، قال راهو بن حمادي والله جيبوا كشمة شخصية واحد أخرى، قال راهو مد الزلابية والله قلب اللوز. يا حليل لهذا الناس. اذا قلت لكم هي القضيه لا ما تتعلقش بالبقره هذه، باش ما تروحوش، قضيه تتعلق بشخصيه احمد طالب ابراهيمي وما يحمله من عروبه ومن اسلام ومن افكار ومن توجه ومن تجربه ومن خبره ومن مواقف. هذه هي القضيه، باش ما تروحوش لا يمين ولا شمال. كاين بعض من الناس اللي هما خلالهم الجو في غياب شخصيات وطنيه من حجم احمد طالب ابراهيمي وحمروش وشخصيات واحده اخرى، خلالهم الجو، بالتالي لما يخرج احمد طالب ابراهيمي ويكون عنده قبول داخل الجيش، بالتالي هما حركوا جماعه على جال باش يخلطوا باش يضربوا الحركه هذاك داخل الولايه نتاع البرج، يقسموه باش هما يخللهم الجو فيما بعد، يتلاعبوا يسحبوا المبادره من عند البرايجيه ويديوها لكاش ولايه واحده اخرى، وراهم حاولوا من قبل ولكن فشلوا. اذا الشباب نتاع الولايه نتاع البرج لازمكم تتفطنوا لهذه المساله جيدا. الناس في بريطانيا ولا في كندا ولا في امريكا ولا في فرنسا ما يشوفوش هما القضيه هذه نتاع الجباس والفيبور ولا غراف والكوشا يشوفوش ليها، والله هذه المنصورة والغدير والحمادية ورأس الواد وعين تغروت وخليل، ما يشوفوش هما المسألة بهذا المنظار، وزمورة ومجانة ما يشوفوش ليها بهذا المنظار. هما ينظروا، قال الحراك راهو في الجزائر، ينظروا ليه بهذا النظرة، حراك راهو في الجزائر، شوفوا عدة أماكن، قال البرج، سطيف،
مسيلة قال العنابة تيزي والزوب جاية قسنطينة كذا تلمسان وهرم كذا، ينظروا لي بهذا المنظار. لما هما ينظروا كي مثلا ياخذوا الولايه نتاع البرج، قال مثلا راهم البرايجيه خذاو، هما ياخذوا يشوفوا الجزائر. بالتالي انتم الشباب في البرج ما لازمش انتم تبقاو متقوقعين كما قلت لكم في التسجيل السابق، تنظروش بهذيك النظره نتاع الجباس ولا غراف وفيبور وكذا. انتم الان راكم صرتوا امل الملايين في ولايات اخرى، ما قدروش الناس هما يديروا هذيك اللحمه ولو انهم راهم يحاولوا. جاب لكم انتم ربي هذه المناسبه وهذه الفرصه، وان انه درتوا افطار جماعي ما لجمش واحد هو يجي قال لي استعمل هذه القضيه ويحدث فتنه بيناتكم. قال هذه قضيه نتاع البقره، والحمد لله راني شفت انا بعض الاخوه الدعاه اما في البرج، ربي يبارك فيهم وربي ان شاء الله يطرح فيهم البركه، قاموا بموعظة، ولا شك هو أن هذه الموعظة راها تلامس القلوب، ولا شك هو أن كثير من الشباب راهم استحسنوا هذه الفكرة. لازمكم أنتم تبقوا محافظين على هذا الجو الأخوي، وهذا الفرصة توحدكم جميعا على جل باش تتلاحموا مع بعضكم البعض، تعاونوا مع بعضكم البعض، وما كنش محتاجين للدروس. فقط راني أنا لأنه أنا راني في الخارج، كاين بعض الاشياء اللي ربما ما تنتبهوا لهاش في ظل هذيك يعني لما تكون كيما نقولوا واسمو كيفاش راح نقول انا، كل واحد في هذاك الغضب هذاك ما يتولهش لبعض المسائل. الضغط هذا هو المصطلح اللي كنت نحوس عليه، الضغط. لما يكون هناك ضغط، ضغط شعبي هكذا، تكون راها الناس بالالاف ثم الصراخ العياط منا ما تنتبهش، واحد يدزك منا واحد يطبعك منا ما تشوفش. لكن لما تكون انت بعيد على الضغط كاين بعض الاشياء اللي تولها لها. انا راني نشوف، راني نراقب، راني نسمع في بعض المداخلات، وراني نشوف المساله ماشي بالمنطق البرايجي ولا المنطق نتاع الاحياء، وانما في إطار وطني. درك كاين بعض الأشياء أيضا اللي هي مرتبطة بهذه المسألة، وهو أنه أنا كنت نبهت بعض الإخوة هو أنه تنتبهوا لها، ونزيد نعود نكرر هذه القضية نتاع الجيش. كاين بعض الناس اللي هما تحرجهم هذه الوحدة الوطنية، ويحاولوا هو أنه يدفعوا على جل باش تحصل مواجهة، سواء بالغباء نتاعهم او ناس مدفوعين، ما كانش حاجه واحده اخرى. دوك انت لما تجي في مكان مثلا دير نتاع اعتصام في مكان، القوات هذيك نتاع الامن نتاع الشرطه ولا الدرك ولا راها راح تطلب منك اجل باش تخلي المكان، لانك انت راك محتل منطقه، راك محتلها. ربما النهار الاول النهار الثاني لما تكثر ولما تولي تزعج في الناس، والله يا صاحبي الناس راها راقده على 11 تاع الليل و 12 تاع الليل، واحد مريض، واحد عنده ضيف، واحد عنده طريق مسافر، واحد كذا، وانت دير بارلور وتهضر يا صاحبي، يجيو يدخلوا. بالتالي انت راك هيئت لهم الارضيه على جال باش يدخلوا. لما يدخلوا يهضر معك بالعقليه، من بعد لما تخشن راسك من بعد يوليهم ربما يستعملوا معك العنف، فيما بعد تولي تشكي انت اللي خلقت الأرضية هذه. لذلك أنا أطلب من الإخوة في البرج وفي أماكن واحدة أخرى، ما لازمش أنتم تديروا أشياء اللي هي تسمح للقوات تاع الأمن والله على جل باش تدخل. ابتعدوا على هذاك المنطق نتاع المواجهة. والجيش دوك نزيد نحاول نتحدث في هذه القضية جيدا حتى باش ما تزيدش تتحشالكم. راكم تعرفوا من الذي حصل في التسعينات لما حدثت مواجهة في المنطقة هذيك بالذات وين راكم الآن في المدينة تاع البرج. أنا كنت عشتها، كنت حضرت لها، والإخوة اللي راهم عاشوا في تلك المرحلة راهم يعرفوا. الجامع تاع الجباس هذاك بالذات في المنطقة هذيك ثم أمام الولاية، ما على باليش القديمة، ما على باليش الآن، قالوا لي بلي راهم فتحوا وقيلة ولاية جديدة يعني قريبة البلدية القديمة أيضا.
كانت واحد الساعة ثم أمام البريد، مانيش عارف لا راها مازلت والله. في هذاك المكان بالذات كانت الناس دايرة اعتصام بالمصاحف، وراها الناس تقرأ وراها تصلي، ولكن فيما بعد تدخلت القوة نتاع الشرطة وفكوا هذاك الاعتصام. من بعد راه حدثت اشياء، ومش غير على المستوى نتاع البرج، في ولايات واحد اخرى. دونك لازمكم تفهموا باللي الجيش في تلك الفتره اولا كان تيار واحد اللي هو الجبهه الاسلاميه في تلك الفتره، وكانوا الناس رافضين الخطاب هذاك، كانوا رافضين هو انه يحكمون بهذيك العقليه. كانوا ناس متعاطفين داخل الجيش، داخل الشرطه، داخل الدرك، كانوا ناس متعاطفين مع الجبهه الاسلاميه بشكل كبير. لكن النهار اللي صارت هذيك المشاكل وصار فيه التعميم فيما بعد وحلت هذيك اللغه نتاع البندقيه ونتاع الرشاش، ولا كل واحد يحوس على روحه. خوك ابن امك لما تحصل يقولك الله يسهل عليك، ما تعرفني ما نعرفك. وبالتالي احنا دوك عندنا هذه التجربه المريره اللي مازال ما عالجناش هذه المأساة، ومازال ما عالجناش هذه الجراح الى اليوم. راه الناس مازالها لاجئه في اوطان الناس، الناس راها مازال تبحث على العائلات نتاع المختطفين الى غير ذلك. ما لازمش انتم تعاودوا تطيحوا في نفس البياج، خاطر هذا الشباب اللي راني نشوف فيهم انا اغلبيه شباب ما عاشوش هما هذيك التجربه، ما عاشوش هذيك المرحله. ما لازمش تدخلوا في مواجهه لا مع الشرطه ولا مع الدرك. انا اقترحت لكم المره اللي فاتت ونزيد نعاود، راح نديروا افطار غدوه يا خويا. روحوا ليهم عرضوا عليهم، حتى الا كان ما جاوش هما روحوا ليهم ديو لهم الماكله وصوروا، قال راكم خاوتنا راكم كذا. روحوا ليهم للسيكتور ميليتار، روحوا ليهم نتاع الشرطه، روحوا ليهم نتاع الدرك، جيبوهم لو كان تقدروا جيبوهم، ولو كان هما يقتنعوا باش يجيو ثم يفطروا، افطروا مع بعضكم. كان الجماعه هذوك اللي راهم دايرين لي جيلي جون هذوك والله، وافطروا مع بعضكم هكذاك، تعانقوا مع بعضكم كيما درتوا اليوم، تعانقوا مع بعضكم ثم توجهوا رساله تضربوا بها هذا الناس اللي راهم يحوسوا هما يحدثوا فتنه ويزيدوا يدخلوا الشعب يضرب في بعضه مع العناصر هذو نتاع الجيش هذو، وتحللهم هي، خاطر هما التجاره نتاعهم هي في الفرقه، التجاره نتاعهم في النزاع، التجاره نتاعهم في الفتنه. هما اللي تزعجهم الوحده، تزعجهم الاخوه، يزعجهم الامن، تزعجهم السكينه، ويحاولوا باي طريقه على جد باش يحدثوا الفتن، يحدثوا الفوضى، تصفية الحسابات، باش هما فيما بعد يصيروا يوجهوا في الناس. لذلك انتم ما تطيحوش في البياج نتاعهم. الناس طاحت في البياج في التسعينات، ما تزيدوش تعاودوا توقعوا في نفس الاخطاء. حتى دوك هاد الناس اللي راهم دوك مثلا هما في الجيش، هذا اللي عينوه، هذا واش اسمه، هذا اللي راهم داروه الان في الامن العسكري، انا سمعت له تسجيل عنده وقت، ماشي الان، سمعت له تسجيل وين انه يتحدث بألم كبير. يقول من انه كنا في تلك الفتره تسمى شغل انت راك راح تقتل خوك، هو راح يقتلك وانت راك راح تقتله، تسمى يتحدث فيها بمراره. ولما راني نقول في هذا الكلام ماني نضرب له في الشتاء، ولا خطر على بالي بهذوك المبوقلين هذوك والرؤوس الفارغه، لما تكلم في هذا الكلام يقول لك هاك تغازل فيه، ما على بالي به ولا نغازل فيه، راني نتحدث في حقائق. لانه هاد الافراد نتاع الجيش ما جاوش من المريخ، راهم ناس يصلي، وكاين ناس اللي حافظين القران، كاين ناس اللي ولات فاميله ويصوموا الخميس والاثنين، وكاين ناس اللي ربما ما تلقاهم في حتى مكان واحد اخر من هاد الناس هذو اللي راهم هما يدعيوا في المعارضه ولا راهم يدعيوا في كذا، ناس خدامين ويحبوا البلاد وكذا. بالتالي ما تطيحوش انتم في البياج. عارف باللي كاين شباب منكم اللي هو عمره ولا تحزب ولا عنده تجربه ولا خالط السياسه، راه ربما بدا السياسه فقط في هذا الحراك، راهو الان هو يكتشف، راهو يسمع، وراهو مشوش، واحد يقول له كذا والاخر يقول له كذا والاخر يقول له كذا والاخر يقول له كذا، هو ما لقاش راسه. حنا رانا عشنا هذه التجربه، عشنا هذه الفطره، ماناش حابين هو انه تعاودوا توقعوا في نفس الاخطاء.
هذو راهم خاوتكم في الجيش وفي الشرطه. فيه ناس اللي راهم دوك هما راهم منحرفين، فيه ناس اللي هما نتاع باطل، فيهم ناس نتاع فجور ونتاع اجرام، ولكن ما لازمش الانسان يعمم، ما لازمش الانسان هكذا يدخل في هذاك المناش تاعهم هكذا. اذا الاخوه في هذه المساله هذه نتاع البرج هذه، حاولوا على جال باش نتم تبعثوا رسائل من خلال الافطار ومن خلال هذه الاعتصال واسمه هذا اللقاء هذا وهذا التجمع نتاع الجمعه، والله في اوقات واحد اخرى ديروا مثلا هكذا لقاءات والله على جال باش نتم تبعثوا رسائل باللي راكم خاوه على ارض الميدان بالافعال، ماشي في الباش تاع الفيسبوك، على ارض الميدان تلاقاو مع بعضاكم تتحضنوا بعضاكم. خويا كاين ربما راهم ناس اللي راهم قال مثلا في هذا رمضان راهم من ولايه واحده اخرى، والله فرصه على جال باش نتم تحضنوا بعضاكم، فرصه على جال باش تلاقيو خاوتكم كذا. كاين بعض من الناس اللي درك هما، انا كنت ضد النظام وكنت منذ مده كانوا ناس هما يتحدثوا على هذيك القضيه هذيك نتاع التطهير ومش عارف، انا ما مشيتش مع هذيك القضيه، كنت متحفظ لانه كنت نشوف على ارض الميدان اشياء غير مطابقه للاقوال. تتحدث انت بن غبريط راه في الحكومه، تتحدث انت ويحيى راه في الحكومه، تتحدث انت وسلال راه في الحكومه، تتحدث انت وسعيد بوتفليقه وجنرال توفيق وكذا، لكن الان انت راك تشوف في اشياء راها على ارض الميدان، راهو قالها مهزو سعيد، راهو قالها مهزو توفيق، راهو قالها مهزو كذا، مهزو كذا، راك تشوف في اشياء على ارض الميدان. الكلام اللي كانوا يقولوا فيه انا لا يخصني، انا ما عندي حتى تناقض، انا نبني على الافعال. دوك الان فيه افعال، فيه اشياء جديده راه تحدث على ارض الميدان، ابتداء من سجن هذا سعيد بوتفليقه والويزا حنون وهذا طرطاق والتوفيق، راني نشوف في اشياء على ارض الميدان. كاين اشياء اللي نقدر نتفهمها، قال درك هاد الناس هذو راهم هما قدموا شخصيات سياسيه وعسكريه راهم في المحكمه، راه تحتاج راه وقت، تحتاج ملفات، تحتاج معلومات الى غير ذلك. راهو ضقل مثلا جهاز المخابرات هذا اللي راهو كانت عندهم بعض الملفات، راهو قال لك مثلا هو راهو تحت السلطه نتاعهم. انا ما لازمنيش انا نروح مثل ما راهم قال مثلا يخموا في الناس هكذا، انك انت تروح تدفع وتحرض وتدفع للامام على جال باش انت تعطي الفرصه بالغباء نتاعك بالجهل نتاعك، تعطي الفرصه للناس اخرين اللي راهم هما يسعوا ليل نهار على جال باش يوقعوا بيناتكم باش فيما بعد هما توجد لهم طايبه. ما نمشيش معك يا سيدي، نبقى متحفظ من حقي، نبقى متحفظ ولكن ما نعاونكش، ما نعاونكش انا باش انت تروح تضرب المؤسسه نتاع الجيش او تفلق البلاد، انت تطرطق البلاد ما نعاونكش، نبقى انا نتفرج وراني نتبع راني نراقب. اذا كان شفت حاجه اللي هي تخدم البلاد نمشي معها، اذا كان شفت حاجه انا ضد البلاد نقف ضدها، نقف ضدها ما نمشيش معاك. كاين بعض من الناس اللي هما يمشيو مع العاطفه ويمشيو مع نتاع لي فيو هذيك والتعليقات والجامات، انا خاطي النوع هذا، مانيش من النوع هذا، راني نتحدث درك فايت الثلاثه نتاع الليل، مانيش نحوس انا على الجامات هذيك والتعليقات، نحوس لما نشوف الكلام نتاعي انا عنده معنى ونشوف انا قال باللي الموقف هذا يتطلب راي واحد اخر نتكلم، مانيش نتكلم من اجل مخالفه الناس ولا من اجل المعارضه نتاع الناس، وانما راني نتحدث بكلام موضوعي، كلام منطقي وكلام اللي يلمسوه الناس على ارض الواقع. شوف درك انا قياده نتاع الجيش لصالح من هو انك انت درك تهاجم انت ناس داخل الجيش لصالح من؟ هيا يقول لي برك يرحم باباك لصالح من؟ تحدثنا على القايد صالح لما كان يمشي مع بوتفليقة، تحدثنا على الجيش لما كانت الجرائم تصرى، تحدثنا على الجيش والقيادة نتاع الجيش لما كانت مشاريع وصفقات
تحدثنا على الجيش والقيادة نتاع الجيش لما كانت الهوية تضرب، لما كانت المدرسة تطرطق، لما كانت المجتمع يتفكك. كنا نتحدثوا وكنا نتكلموا في كلام كبير لما كان واحد ما يقدر يبين الراس نتاعو. ولكن الآن فيه معطيات جديدة. يعني انت لما دوك تشوف انت ناس اللي كانوا في وقت من الأوقات كانوا هم يطالبون باستخدام المادة 102 من الدستور، صاروا هما يرفضوها. وتشوف انت ناس اللي هما كانوا في وقت من الأوقات يساندون قيادة الجيش اللي كان يمثلها نزار وتوفيق والعربي بالخير وتواتي وعباس غزيل وهلما جرة والعماري، تشوفهم هما الآن راهم ضد القايد صالح وضد الجماعة هذا. وتشوف هذا الناس اللي هما كانوا يقولوا على أحمد طالب الإبراهيمي راهو هذا راهو إسلاميست راهو بالكرافات، نفسهم الآن اللي راهم دركم يرفضوا أحمد طالب الإبراهيمي ويرفضوا الناس اللي معاه. ما تفيقش كل هذا الدك هذا ماكش فيه، تخدم معاهم، تخدم معاهم بالغباء نتاعك بالجهل نتاعك، وزيد تحرض أونكور، زي تدفع في الناس على جلباش قال هالصور ودير فيديوهات ودير ذيك ودير ذيك. لي صالح من؟ لي صالح من راك تخدم؟ قول لي برك يرحم باباك. لازمك تفطن، لازمك تفيق. لا يكفي هو أنك تكون أنت ذوك مثلا، صحيح هو أنه الحذر مطلوب، احنا ما راناش قال مثلا مسنيين قال شاكا بلون، موقف تاخذ موقف قال ما احنا قلت انا منذ سنوات وانا نردد فيها، تمشي في الاتجاه الصحيح تلقانا خدم عندك. لما انت تاخذ موقف صحيح تمشي في الاتجاه الصحيح يمشي معك. ها قال مثلا دوك الناس تقترح احمد طالب الابراهيمي والله يصير هو رئيس والله سواء منتخب والله مؤقت والله كذا، معناتها انه انا كنت معاه معناتها خلاص غمض عيني ونمشي. نو، مشيت معاك من اجل مواقف معينه، من اجل مبادئ معينه، غدوه تنحرف على المبادئ نقول لك بالسلامه، تعرفني ما نعرفك. يجي واحد اخر راهو درك هو يدير في هذيك نفس المبادئ انا اللي كنت ناضل، على واش رانا ناضلوا حنا؟ على واش تناضل؟ على واش؟ قل لي برك يرحم بابك على واش راك تناضل؟ وضد من؟ تعارض الظلم، تعارض الحقرة، تعارض التهميش، تعارض تصفية الحسابات، تعارض كذا تعارض كذا تعارض كذا. تذوك لما تشوف انت ذوك الجنرال توفيق اللي هو اللي في الوقت نتاعو الالف المؤلفة اللي تعذبوا وماتوا، تشوف انت في وقته الناس ولوا ارباب نتاع المال، تشوف انت في وقته ناس جهلة داروا لهم شهادات وصاروا هما راهم حاكمين مناصب عليا، تشوف انت في وقته صارت الجهوية وضربت جهات بسبب عرقي، تشوف 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 وتشوف درك هو راهو درك هو في السجن. كنت انا تحدث لما كانوا ينحيوا في بعض الشخصيات ومن بينهم يعني ناس هكذا ضباط في الجيش هكذا اللي هما كانوا في الأربعينات هكذا في العمر والله نحاوهم وظلموهم كذا. كنت نقول أنا في وقت سابق كنت نقول باللي تصفيت حسابات في وقت سابق كنت نقول فيها، خطر علاه كنا نقول فيها لأنه ما مسيتش الرموز، ما مسيتش الناس الكبار. تطرح أنت تنحيلي أنت عقيد تضربه تجيبه برا ومخلي لي شكر، لكن لما تصير انت دوك تشوف انت في نزار راهو راح للمحكمه، وتشوف انت قال توفيق راهو في السجن، تشوف انت طرطاق راهو في السجن، تطلب المزيد معاك، تطلب باش ناس واحد اخرين يجيو معاك. لكن لازمك تفهم باللي احنا ما راهوش النظام راهو كيما نقولوا راسي، هذه راها البدايه باش انت تروح انت تجيب ناس بدون ملفات، شكون اللي راهو راه يقبل؟ تا قال واحد راه ما عنده ملفات عليه،
لازمك تعرف باللي هذا الجهاز تاع المخابرات ما راهوش في يديهم في هذه القيادة الجديدة، مازال ما استلموش ومازال ما تحكموش فيه كما ينبغي. الوزارات مازال ما تحكموش فيها، المديريات مازال ما تحكموش فيها، البرلمان ما هوش في يديهم، الحكومة ما هيش في يديهم. ما تقدرش انت تروح الملفات عن مرة، ملفات راه عند الناس اللي هما كانوا مثلا في الجهاز تاع المخابرات او في الجهاز تاع الشرطة او في الجهاز تاع الدرك، وهذو الاغلب نتاعهم نتاع الناس اللي عندهم ملفات اغلبهم متورطين، اغلبهم متورطين خطر عارف باللي راه راح يحل ملف يجيب له ملفات. بالتالي انت ما لازمش اولا تغصب روحك، وما لازمش الانسان هو انه ثاني يخون من الجهتين. كاين الناس اللي درك هما مازالهم الى اليوم مازالهم يناديو بالذهاب للانتخابات يوم 4 جويلية وكذا، والانسان اللي ما راحش راه خائن واللي كذا وكذا، ضد هذاك المنطق هذاك، ضد الكلام هذاك، لانه ما هو لا سياسة ولا هو ولا هو والو. وفي نفس الوقت كذا نحوسوا على جال باش يا خويا هذه الجزائر تاعنا، تاعنا كلنا، تجمعنا كامل، الجزائر تاع الجميع. نختلف معاك، ما نتفقش معاك في بعض الامور، قنعني، فهمت؟ قنعني يا خويا، جيب لي ادله، جيب لي براهين، قنعني. بصح ماشي تجي انت دوك واحد انت يخالفك في الراي يصير خائن ويصير كذا، وتصير تشوه فيه، وتصير انت دير له في ملفات، وتصير تكذب، وتصير تشهد في شهاده الزور في رمضان وكذا. لا يا خويا، تكلم بحق عليك، قال ها هو راك درت خطا في كذا، لكن يعني كيما نقولوا ما نغمضش عيني على قال عندك مواقف واحده اخرى تحسب لك. راك قال مثلا تكلمت في وقت كانت الناس ماشي تتكلم، شهدت في وقت كانت الناس ماشي تشهد، قلت كلام يعني اللي هو ربما راهو ساهم في توعيه ناس، الى غير ذلك من المسائل. نجي انا قال مثلا على موقف نتاعك كيما جماعه هذوك اللي انت تروح تكتب دير انت تحليل ولا مقال ولا دير انت كتاب، الكتاب كامل ما يشوفوش، كامل كامل ما يشوفوش، يقراه من الفوق لتحت لكن ما يشوفوش، شوف لك غير الفصيله ما درتهاش في بلاصتها ولا النقطه ما درتهاش في بلاصتها. هذا مكان مثل هذاك الانسان اللي راه مثلا انت تحط له فيلا ولا قصر، وقال مثلا كاين تيو ثما مثقوب، يجي هو يلزق لك فيه، فهمت؟ تسمى هذاك كامل ما يشوفوش. يا صاحبي كونوا شويه موضوعيين، كونوا شويه منطقيين. الانسان هذا راهو بالحسنات نتاعو بالسيئات نتاعو، حتى لما تجي تحب تقيم واحد تقيمه بحسناته بسيئاته. صحيح دوك قال مثلا القيد نتاع الجيش هذي راه هذا راهو القيد صالح، غير الانسان اللي حبي بلعط راهو هو ساهم في مرحله من المراحل مع النزار، ساهم في الدماء، ساهم في المأساة. بلك لربما راهو يحب هو يختم له ربي هو انه يحرر الجزائر ويغفر له ربي، قتل 100 ولا قتل 1000 ولا قتل 200 ألف، وراه قال هو راهو يحرر شعب. بلك لربما راهو ربي راه يحسن الخاتمة نتاعو، من يدري؟ راح يتغلقوا الابواب تاع التوبة. قال انت دوك كنت مشارك في المأساة، دوك لما قال مثلا هو يجي يترشح، قال راهو رايح يترشح للرئاسة، قال السي محمد حبس، فهمت؟ هو راه يقول لك انا باللي ما عندوش طموح في الرئاسة، وراه يقول لك باللي هو راه مع تطبيق المادة 87، راهو قالها في البيانات، وراه يقول لك باللي ما تسيل حتى قطرة نتاع دم. لحد الان احنا ما راناش شفنا الجيش راهو قال مثلا نهجم على الشعب، والله راهو قال باللي يحمي الحرار. احنا ما نوقف اخويا، ما نوقفش ضده، فهمت؟ انا ضده بصح ما نعملش ضده الان. كنت في وقت سابق قال انا ننتقد ونوجه انتقادات ومنه ومنه، الان راك تشوف انت باللي راهو كاين توجه جديد بعد هذا 22 فيفري. ما يعنينيش انا الكلام هذاك تاع الناس اخرين، ما يعنينيش انا، راني نشوف الان في توجه جديد، راني نشوف في قيادات راها في السجن، شعب راهو يطالب بالمزيد، شعب راهو يطالب بتغيير النظام ومن حقه ذلك،
فهمت؟ لكن احنا الان نحوسه هو ان نلقاو مخرج جمائل الأزمة الجزائرية. ما نروحش انا نستعمل ناس ولا نروح انا قال نمشي مع ناس ولا يعني لفائدة من انت تكسر البرج يا رحم بابك ايه لفائدة من تكسر البرج على جال باش انت تخدم ولاية واحدة اخرى ولا كيفاش تكسر البرج لانه انتو البرايجية ما حبوش يدخلوا في هذا الاسم انت صراع مع الجيش. انا نقول لكم بالصوت والصورة وقلتها ونعود نكررها ما تدخلوش في هذا الصراع قلت لكم يعني منذ البداية حاولوا هو أن يكون هذا الحراك يعني ولو متقطع ولكن دائم أحسن من هو أنك أنت تروح تدير ضغط لمدة سمانة ومن بعد ترطق الحالة كلش يا أخويا بالعقل بشوية العقليات هذه راح تتغير بشوية والوعي هذا راح يجي بشوية حاولوا هو أنه طوروا في الأفكار تاعكم حاولوا كما قلت لكم في أوقات سابقة ونعود نكررها ركزوا على النظافة ركزوا على التزيين ركزوا على زيارة المرضى الموعظة اللي درتها اليوم تقدروا تعودوا تكرروها بأشكال واحدة أخرى مختلفة حاولوا أن تشركوا خاوتكم من الدوائر الأخرى من البلدية الأخرى باش تحسوهم باللي راهم أبناء البرج ما تحصروهاش غير في جهة ولا في منطقة واحدة أخرى حاولوا مثل ما قلت لكم هو أن تديروا فضاءات راها موجودة يا صاحبي في أوقات اختاروها أنتم قال مثلا ما على باليش أنا بعد الإفطار يعني ما لازمش أنتم تديروها على الربع نتاع الصباح مثل ما أنا راني نحكي في الفيديو والله يروح واحد يذوك انت يديرها لك برا والناس راها وسمو يدير لك الميكرو تلقفون الناس راها راكدة والله على ثلاثة نتاع الصباح واحد مريض واحد مسافر واحد حاولوا أن تكلموا قال مثلا بعد الإفطار في رمضان والله العصر العشية هكذا والله افتحوا منابر هكذا تتكلم كل مرة اختاروا موضوع وجيبوا راهم الحمد لله راه قال مثلا البرج فيها أساتذة فيها دكاترة فيها فلاسفة فيها ناس كتاب يا صاحبي فيها من كل الأصناف وحاولوا أن يعني تبدلوا شوية راهم كاين فرق مسرحية في نتاع إنشاد حاولوا تبدلوا الجو شوية حتى فرق موسيقية وراء المشكل محلية هكذا باش انتم تنوعوا شوية باش ما يبقاش غير بوك قال مثلا تيفو والله قال مثلا تمشي الناس كل مرة تطوروا تيفو هذا تستعملوه من أجل تمرير الرسائل افطار حاولوا أنه تنوعوا منه راني قلت لكم نزلنا ونكررها جيبوا الأساتذة نتاعكم جيبوا قال مثلا لاعبين قدامى نتاع كرة القدم حاولوا ديروا أني شانج قال مثلا ولاية قال مثلا عرضوا جماعة سطيف قال اليوم سطيف يروحوا لنا المرة الجاية قال برايجي يروحوا سطيف أو جماعة نتاع البويرة يجيوا البرج ولا البرج يروحوا للبويرة أو جماعة نتاع البرج يروحوا لتزيوز وجماعة تزيوز يجيوا البرج حاولوا تجيبوا أفكار واحدة أخرى ما تبقاش قال إفطار تجي الناس تاكل وتشربوا زلابية وقلب اللوز وروح تربح نو إفطار هذا فيه رسائل مروا من خلاله رسائل جي كما قلت لكم انا اساتذه حاولوا كل مره تجيبوا شخصيات سياسيه مجموعه من شخصيات سياسيه تعرضوهم لما لا ما تعرضوش احمد طلب ابراهيمي مثلا ما دام الناس راه قال تقترحوا عرضوه قالوا سيدي ارواح شوف لهنا راه من البرج حبوا يشوفوك كذا حبوا يتكلموا معاك يجي ثم وراه المشكل حاولوا هو انه يعني تقترحوا حاولوا هو أنه تبادروا ببعض الأشياء هكذا ما تبقاش المسألة قلتها وحذروا من هذه القضية هذه نتاع الانشقاق وهذه نتاع التصادم مع الجيش لأنه إذا حدث فيه تصادم نتاع الشعب والجيش خطروا ما هذا يحوسوا هو أنه يضربوا الجيش في البداية نتاع التسعينات كانوا مجموعة معروفين راح عرتهم الأحداث عندهم عادة تقليدية للعروبة والإسلام وناس راهم الآن نفس الشيء وكاين ناس مغلطين أو ربما المعلومات عندهم ناقصة أو ربما نتيجة الحماس الزائد أو ربما نتيجة الحذر الزائد يصيروا هما أنه يقعوا فيما يا أخويا أنا ما نتخذك عدو ما نديرك الجزائر تاع الناس الكل امشي بعقلك خاصة الناس اللي راهم ما يمارسوا السياسة
يغلط ربما واحد شاب هكذا ولا ما عندوش كاريير عملوا لنا انخرط في حزب ولا ربما عمره لا تكلم مع قناة ولا تجي قال مثلا يتخلع تعيط لقناة فضائية واللي يحس يروح فرعون تصرع. لكن باش انت يجيو ناس سياسيين ويجيو كذا ومن بعد يوليو يتكلموا في كلام غير مسؤول ويوليو يطعنوا في الشرف ويوليو هما قال يتكلموا في كلام كذا كلام خطير، خاصة لما يكون الإنسان ما عندوش بينة ما عندوش دليل غير هكذا كبر يضرب لفائدة من لفائدة من يرحم باباك. كاين بعض الناس اللي دوك انا راني نشوفو فيهم راهم يمارسوا في عملية تاع التشويه من الصباح للعشية ضد شخصيات معينة لفائدة من برك قول لي يرحم باباك. هو انك انت قال مثلا واحد اختلفت معاه يلا تحرقو ديريكت لفائدة من يا سيدي فرضنها وتوقف الحركة. يعني لما يشوفوك من الناس دوك انتم ضاربين متهاوشين وكذا، هذا الناس اللي راهم دوكما عندهم سنواتهم يتبعوا، هذا الناس اللي راهم عندهم سنواتهم كيفاش راحين يديروا؟ يقول لك ها هذو 4 ولا 5 من الناس ما قدروش يتفاهموا كيفاه ما يمشيوش معاك، شكون هو المستفيد؟ تخدموا في هذه الدولة العميقة، تخدموا في هذا النظام يا خويا. السياسة هذه كما يقول لك فن الممكن. تذك لما تشوف انت قال لك راهم خاوتك في الجيش راهم يسمعوا فيك، راهم كاينين افراد من الجيش راهم يسمعوا فينا، من الشرطة من الدرك من المخابرات راهم يسمعوا فينا في الداخل وفي الخارج راهم يسمعوا فينا. لما يشوفك انت تتكلم كلام موضوعي وكلام واقعي يعرفك انت باللي ما راكش تعمم ما راكش تظلم ما راكش تحقر وراك فقط انت ضد الرؤوس تاع الفساد، يقول لك انا راني معاك انا راني معاك. انا والله كاينين ناس كانوا يتصلوا بيا لماذا عجبوا عيني يا والله لانه ثق فيك رغم انك انت لم تلتقي به خطر علاه من خلال الكلام يحس فيك باللي انت راك تكلم في كلام واقعي وراه يلامس في القلب نتاعو. لكن لما تصير انت تتجاوز في الحدود نتاعك وما تتكلمش بالمعقول تصير انت تتحدث بالعاطفه او بقال اللي قلت لك يقول لك ريتي بغلك كيما قالوهاش في البلاد حبس. لذلك الاخوه والاخوات هذه فرصه ما لازمش انتم الاخوه خاصه الجماعه دوك نتاع البرج انتم الان راكم محطه نتاع انظار، حاولوا وانو تمروا رسائل كل مره، حاولوا وانو ما تطيحوش في الفخ هذا نتاع المواجهه، وحاولوا وانو ما دام انتم دوك راه صارت البرج هذه درك راها علامه يا خويا لازم يكونوا نفس المستوى. الحمد لله راني شفت اليوم انا بعض الاخوه هكذا الدعاه هكذا اللي جاوا لقاو كلمه ماذا بينا باش يظهروا ناس اساتذه ويتكلموا ويوعيوا ويوجهوا حتى باش يبينوا باللي البرج هذه ما راهمش جماعه اللي ذاك النهار يتكلموا في كلام نتاع شوارع وكلام نتاع مقاهي وكذا. ويا صاحبي انت راك راه انت هز لي واسمو نتاع دوله، هز لي انت مشروع، تحكي لي انت على احمد طالب وتحكي لي انت على مالك بن نبي وباديسيه ومفنباريه كون قدها. لازم الانسان يكون قدها ماشي يخليها للذر. ومن بعد فيما بعد لما تستهدف البرج يقدروا يستهدفوها من خلال وسائل الاعلام، والله غير في ربع ساعه هما منوضينها. كونوا في المستوى. أتمنى هو أن راني أفدتكم، ما نطولش عليكم بزاف. أتمنى هو أن راني أفدتكم بهذه المداخلة. أتمنى هو أنه يكون يوم أيضا من أيام نتاع الحركة هذا على جل باش نزيدو نشوفوا هذا اللافتة اللي راكم ديروا فيها وهذا النشاط راني نتبعوا فيه، وإن شاء الله ولايات واحدة أخرى تزيد هي تقوم بنشاطات أخرى، وإن شاء الله راني نتبعوا في كل نشاطات على مستوى الوطني. وفيما يتعلق بالخروج من الأزمة رانا قدمنا عدة اقتراحات، ولا بأس وأن أذكر أنا شخصيا مقتنع بالفكرة هذه نتاع تأجيل الانتخابات
قادرين هو أنه يكون مؤتمر في هذا، إذا كان الناس اللي راهم خايفين هما، قال من ذهب هذا بن صالح وقال هذا رئيس الحكومة، وعلى بالهم باللي راهم يحكم يسكو، ولكن ما مش حابين هو أنه يخليوا هذا الفراغ حتى لا يستغل من جهة واحدة أخرى اللي هي راها تتربص، وفي نفس الوقت مخلينهم على جال باش الجهات الأخرى راها تعمل في صمت. أنا مع تأجيل الانتخابات، لأنه الانتخابات لما أنت تديرها ما تعالجش بها المشكلة نتاع الشرعية ما عندها حتى معنى. وباش أنت تعالج المشكلة نتاع الشرعية في ظل هذه الظروف، بحيث أنك أنت راك رايح تنتقل من نظام منغلق إلى نظام منفتح، لازم لها فترة، لازم لها مرحلة. لذلك أنا أطالب بتأجيل الانتخابات إلى موعد واحد آخر، وأقترح هو أنه يكون بالمناسبة نتاع أول نوفمبر، ويكون فيه نقاش صريح وشفاف، ويكون فيه مؤتمر، أنا هذا اللي مقتنع به، تناقش فيه الناس خطوط عريضة، تمشي الناس واحدة واحدة لبناء جمهورية جزائرية جديدة. لازم النظام هذا يروح، ولما نقولوا النظام النمط، النمط هذا يتغير تاع الحكم، تحدث فيه نقاشات، كاين فيه بعض الثوابت اللي هي، ولكن كاين فيه متغيرات الإنسان يناقشها، مثلا الدستور كاين فيه مواد التي تعدل، كاين فيه مواد التي تضاف إلى غير ذلك، تتناقش الناس على مواضيع كثيرة، من بينها قال مثلا هذه المشروع نتاع الدول الإسلامية نتاع اللائكية، مواضيع كثيرة تناقش، ولكن في وقتها تمشي الناس قال تتفق على خطوط عريضة، تمشي الناس واحدة واحدة. يا خويا إذا كان راهم ضد قال مثلا غالبية يشوفوا باللي هما قال مثلا أحمد طالب إبراهيمي يعني يقوم بمرحلة ويكون عن طريق الانتخابات، في هذه نتاع جوية أنا مانيش نشوف فيها، في نوفمبر ممكنة. قال مثلا جماعة قال لي يقدموه في نوفمبر، وقال مثلا في ظل هذا المؤتمر يكونوا 4 ولا 5 شخصيات، قال جماعة راهم حابين بن بيتور، وجماعة حابين قال بوشاشي، وقال جماعة حابين أحمد طالبي، خويا 4 ولا 5 شخصيات، وقال سيدي ها هو الشعب خليو عليه هذا مكان، وفق شروط اللي تتفق عليها الناس، وفق ضمانات في هذا المؤتمر، وتكون لجنة نتاع مراقبة نتاع الانتخابات، وهذا الجماعة اللي راهم نتاع الجيش يكملوا العمل تاعهم ويواصلوا فيه، وتمشي الناس واحدة واحدة. هذه باختصار كلمتي، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. صحة لسحوركم وصحة لفطوركم، تبقوا على خير. السلام عليكم.